السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. النهاردة عاوزين نتكلم على فائدة هذه الفاكهة اللي شكلها يفرح ديت، اللي هي اليوسفي، اللي احنا بنسميها بالبلدي كده السفندي. منظر الفاكهة أورانج اللي هو اللون البرتقالي ده، هو طبعا لون البرتقال، بس دي هي اليوسفي. اليوسفي أكثر فائدة من البرتقال، يعني كفاية بس اللون بتاعه. سبحان الله، ربنا المبدع أبدع اللون بتاعه. يعني عندما قال في سورة البقرة: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللون ده بيسر النظر، بيفرح القلب. يعني اللون من غير لسه الواحد ما أكلهاش، بس بيفرح قلب الإنسان اللي بيبص لليوسفي. أول فايدة في اليوسفي أنه يقلل نسبة الكوليسترول، وطبعا الكوليسترول ده اللي هو بيبقى في الدم بالذات، الكوليسترول ده بيأثر تأثير مباشر على القلب، فهو يبقى أول حاجة بيحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبيقي من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. طبعا لازم الواحد يكون عنده ثقافة في كل حاجة في الفاكهة ديت، ثقافة غذائية، علشان يعرف مثلا فيه نقص في كذا ياخد يتناول كذا، فده الهدف من هذه الفيديوهات. أيضا بيقي من الإصابة بالتشنجات العضلية. الناس اليومين دول سبحان الله ربنا بيخلق هذه الفاكهة في أيام الشتاء، في أحيانا الناس من كتر البرد اليومين دول، ولا سيما في شهر واحد، ده بيكون عز البرد، شهر واحد يناير، فربنا بيكثر من هذه الفاكهة. في ناس بيجيلها تيبس في العضلات بتاعتها، وخاصة الناس اللي بتعمل في الخارج، خارج المنزل يعني، العضلات بتاعتهم بيجيلها فيها تشنجات. الاكثار من اكل اليوسفي بيقيهم من الاصابة بهذه التشنجات العضلية. ايضا بيساعد على ادرار حليب الام اللي بترضع، وبيقوي مناعة الجسم. طبعا احنا عارفين ان في البرد ده، لان البرد ده عدو، ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الفاكهة بكثرة في هذه المواسم. يعني بعد شهر طوبة كده اللي هو الشهر الجاي، احنا في اخر كياكة اهو، تبدأ تقل كده وتدبل. فربنا بيكسر هذه الفاكهة اليومين ده هو علشان المناعة بتاعت الجسم بتقل، فلما بيتناول هذه الفاكهة بتقوى المناعة في ايام البرد، لان البرد بيقلل المناعة، لان زي ما بقول ان البرد ده عدو، بيقلل مناعة الجسم. فالإكثار من تناول فاكهة اليوسفي بيقوي مناعة الجسم بشكل عام، كما أنه بيقوي العظام والأسنان، لأن الأسنان نوع من أنواع العظام في الجسم. تعد هذه الفاكهة اللي هي فاكهة اليوسفي من الحمضيات. والفاكهة دي أيضا بتساعد على تطويل شعر الأطفال، وبتساعد على الإدراك. يعني لو أكلناها للعيال الصغيرين، تبص إدراكهم بيزيد ومخهم بينضج. وأيضا مفيد لصحة الأعصاب، الأعصاب منها داخل العظام وأعصاب المخ، كما أنه بيقلل من الإصابة بمرض الزهايمر، لأن احنا عارفين ان هو تأثيره بيكون مباشر على المخ والإدراك ونضوج المخ. يعني يوصي به الناس الكبار، يعني الأطفال بيطول شعرهم ويكتر الإدراك بتاعهم، إدراكهم بيزيد ومخهم بينضج. وأيضا الكبار في السن حتى لا يصابوا بمرض الزهايمر، لأن يعني الإنسان كل ما بيكبر خالص ويتقدم في الشيخوخة، أغلبية الناس اللي بيجيلهم الزهايمر بيكونوا ناس كبيرة في السن،
لو أكلوا كتير من اليوسفي بتمنع الإصابة بهذا المرض أعاذنا الله وإياكم، اللي هو مرض الزهايمر، لأنه بيساعد على الإدراك وطبعا وصحة الأعصاب، وبيساعد على التركيز، لأن طبعا احنا بنقول ان هو بيدخل على المخ على طول، التركيز للطلبة اللي بيذاكروا الأيام ديت للامتحانات، بيساعد على التركيز وبيحسن الإدراك. أيضا بيعد هذا اليوسفي من أحسن الفواكه للحامل، للمرأة الحامل، لأنه بيساعد على خلايا الدم أو بيكون خلايا الدم الحمراء والأنبوب العصبي عند الأجنة، لأن الأجنة دي ما هي إلا أعصاب لسه تكوين العظم بتاعهم. الحامل لو أكلت يوسفي كتير، تاكل يوسفي كتير، أعصاب الجنين بتكون كويسة، بيتكون العصب بتاعه بصورة سليمة وهو في بطن أمه لو هي الأم أكلت يوسف كتير. كما أنه بيساعد أو بيعزز صحة الجهاز الهضمي، لأنه كله ألياف، بيحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، الألياف دي بتساعد على تخليص الجسم من الفضلات. يعني الناس اللي بتعمل ريجيم والناس اللي عاوزة تشبع ممكن ياكل يوسف 2 3 كده، ممكن يكون غذاء ودواء، هو مية بس بيشبع عشان الألياف الكتيرة اللي فيه، بيدي شبع للمعدة. كما إنه بيساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، شوف السرطان سبحان الله، كما إنه بيقلل من خطر الإصابة بمرض السكر. أتمنى إن تعم الإفادة، ويا ريت ما تنسونيش في آخر الفيديو من اللايك والشير وسبسكرايب، ودمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.